عملية رفع الصدر هي عبارة عن إعادة الصدر للشكل الطبيعي تبعه بعد الحمل والولادة مثلاً، بعد فقدان الوزن، أو بكل بساطة مع الوقت مع هبوط الجلد مع الجاذبية. عملية رفع الصدر بتعيد الصدر لمكانه الطبيعي، بتعطي الاستدارة الطبيعية تبعته، وبإضافة حشوة أو بنقل الدهون ممكن نوصل لحجم أكبر من ما هو عليه إذا أكيد استدعت الرغبة. عملية ترميم الصدر أو رفع الصدر هي عملية إعادة الشكل للطبيعي وإعادة تناسق الجسم الطبيعي اللي انفقد مع الوقت.